هناك مخاوف مثلا اذا عادت النظام او الحكومه السوريه بالسيطره على هذه المنطقه وهذه السجون، هل سيطلق سراحهم؟ هاي اسئله يجب انه نفكر بها. اذا طلق سراحهم هذول وين راح يتوجهون؟ يتوجهون اما للعراق او الى دولهم الى العالم، وراح يشكلون خطر بالتاكيد. فلذلك بقائهم وبرنامج مراقبه وتدقيق ومن ثم فرز العناصر غير المتورطه وتاهيلها واعادتها الى مجتمعاتها، تبقى العناصر المتورطه او اللي ارتكبت جرائم واللي لا زالت متمسكه بالفكر الداعشي يعرضون يسلمون الى القضاء. وهذا النساء العراقيات المتورطات زوجات الدواعش اللي طلعن للهول، اذا طلعن 400 هسه راح يرجعون 5000، كل وحده عندها 5 أطفال و6 مثلا، شنو اللي يثبت عراقيتهم اللي هي المتزوجه جنسيات اخرى؟ شلون انا اجيب خطر اخليه داخل بيتي بنص مجتمعي وانا ما اعرف هذا ابو افغاني شيشاني سعودي؟ الطفل ما يتحمل ذنب ما صار،